العبود. اسلم. البصر طيب. شفت ترى هو اللي قال. يلا سكبين لك يا عبد الله. طيب عبد الله بعد ما خلصنا لا اله الا الله الذواقه، طبعا الاغلب مننا كله انتقل وين؟ الى يعني حسابات التواصل الاجتماعي. إيه بالضبط. وما شاء الله عليك بديت ببرنامجك اللي هو حق العبد الله. يا سلام حق العبد الله. إيه؟ طيب سؤالنا يقول هل حق العبد الله ممكن انه يكون برنامج على قناه المجد؟ الصراحه هذه البدايه. طبعا عطنا طبعا قبلها عطنا وش فكرته وش اللي ببالك وش ذا عشان نبدا ايش يدخلون معنا جو اللي ما كانوا يتابعونه. اول شيء فكره حق العبد الله برنامج اقدم على قناتي او حسابي بالسناب كل يوم اثنين. كل يوم اثنين اقدم فيه عباره عن معلومه ادخل فيها بسالفه كذا بسيطه، سواء ممكن تكون قصه تاريخيه، قصه ايا تكن، يعني قصه كذا فجاه القصه هذه بالنهايه بتوصلنا المعلومة جيولوجيه. فانا امسك درب من بدايه القصه بدايه الشخصيات لين تصل معلومه جيولوجيه، بحيث انه ما اقدم المعلومه الجيولوجيه والمعلومه تكون ما تكون ثقيله على الشخص، تكون لا اجيب موضوع وضع حبي يعني حلو. اجيبها بقصه، لان القصص سبحان الله من الاشياء اللي تسهل استيعاب الناس او فهمهم، تسهل حتى انهم يكونوا متقبلين لها. ففكرتنا حاطنه تدخل بقصه كذا بسيطه وقبلها في مقدمه كذلك تكون مقدمه لطيفه، بعدها قصه وبعدها نوصل كذا للقصة يعني او المعلومة الجيولوجية. يا سلام، يعني هو هدفها كلها حق العبد الله انه يعطينا شخصية معينة موجودة وفي نفس الوقت يعطينا معلومة. الهدف الاساسي من حق العبد الله انه يوصلك المعلومة جيولوجية. يا سلام عليك. المعلومة الجيولوجية لو جبتها كذا لك خام حلو ما راح تستوعب، يعني لو قلت لك مثلا بركان ما راح تتحمس معي اذا قلت لك، لكن لو جبت لك قصة شخص راح زار البركان هذا. يا سلام. بعدين يوم وصل للبركان بديت اتكلم لك على البركان هذا وش فكرته وكيف تكون. روح. فانا جبت لك كذا دخله كذا حلوه، مثلا انه شخص طلع من اهله وانا بروح ما ادري وش، وقال انه بسافر وترك عياله بعدين يوم راح وبالطريق كان في صعوبه وما ادري، جبت لك كذا سيناريو وقصه حقيقيه تكون حقيقيه. إيه؟ صحيح جاز. لين وصل بعدين ابدا ادخل بالمعلومه الجيولوجيه. طيب لو بيصير برنامج انا احس انه بيطلع روعه ما ادري. والله فكره حلوه صراحه، يعني شوف يعني ما قد فكرت ممكن انه ممكن كيف يكون برنامج، لكن اتصور ليش لا، بالعكس يعني خصوصا انه اسلوب هذا من نوع الطرح هذا اتوقع الناس حتى يحبونه، وخصوصا انه مفيد وممتع بنفس الوقت، فاتصور ليش لا، بالعكس ممكن يكون برنامج ناجح. طيب لو كان لو في يعني مثلا موقف صار لك مثلا يعني وانتم تبحثون عن شيء معين ولقيتوا شيء اثمن من الشيء اللي كنتوا تحتاجونه، او لو مثلا لقيتوا ذهب ولا شيء نادر، هل مر عليك الشيء هذا؟ شوف انا عشان اكون صادق يعني ترى ما انقب يعني. التنقيب ليس لا يعني انا اعرف المعادن واعرف، لكن التنقيب هذا تحتاج تكون تبع شركات بحيث انك تقدر تروح تنقب، لكن انا كشخص هاوي وحكم انه هذا تخصصي اصلا ومجالي فمحب لهالشيء، فعشان كذا انا يعني كانك تجمع بين التنقيب والجيولوجي. مستقبل ان شاء الله لو وفقنا ودخلنا مثلا شركه وياكم ليش لا. وفكره البرنامج حلوه، حتى ممكن يعني جت ببالي كذا وانت قاعد تواجه ترى قاعد تفكر بالبرنامج. لا روعه. إيه قلت مثلا لو جبنا زرنا المكان هذاك وطلعناه اكيد فتطلع كل يعني شيء، يعني يكون زي ما تقول شيء يعني في مكان معين او في استوديو وفي نفس الوقت في حدث صار وشيء مكان زرناه مثلا، وبعدين بصير معك انا ما شاء الله تبارك الله حلوه والله كذا ثنائيه ومشهور ابو ناصر مره. طيب عطني شيء نادر لقيته. شيء نادر لقيته عنصر ولا شوف فيه كوم مدري يسمونه فيه يوم رحت يوم طلعت من الذواقة ورحت التدريب اللي بسببها كان انسحاب من البرنامج. رحنا للجنوب والجنوب هناك رحنا المكان فيه جبل اسمه الجبل هذا اسمه جبل حمومة. الجبل هذا فيه نوع من الصخور مو موجود إلا في ثلاثة أماكن بالعالم. يعني عجيب. مكانين بالسعودية ومكان برا السعودية. عجيب. يعني نوعية الصخور هذه نادرة مرة موجودة وحتى هناك يعني فإذا شفته تقول يعني عندنا ثروة رهيبة يعني. عطنا معلومات عن ذا الصخر ذا حمستني مرة، يعني ما تقول ما في إلا أربع أماكن في العالم. ثلاثة أماكن بالعالم. أيوة. واثنين منهم بالسعودية. يا ولد يعني يعتبر وش ما شاء الله. أيوة نادر. وش احتياجه وش فكرته. يسمى الحجر هذا اسمه شنكونايت. شنكونايت يعني لو أقوله ثلاث مرات. شنكونايت. أيوة. فا هذا الحجر مو موجود إلا بالمنطقة هذه. مميزاته وش فكرته او وش استفاد منه؟ شوف تقدر تستفيد منه انه غني بالالمنيوم غني بالحديد بس ندرته تقدر حتى تحطه متاحف.
عجيب. وهناك اشوف ما شاء الله حتى شغالين اشوفهم من اهل المنطقه. لا لا من الاماره نفسها اتوقع انهم بعدين يضبطون المكان يشبكون انه حتى مقبلين على السياحه الجيولوجيه. فراح تكون شيء جميل ان شاء الله. ويوم شفت صراحه انبهرت يعني عندنا ثروه رهيبه مره والله. يعني هذا مكان واحد فكيف واحد. اشياء كثيره مره والله صراحه. من الاشياء اللي جذبتني الكهوف الكهف حلو يعني تدخل كهف تشوف التفاصيل اللي فيه تشوف الصواعد والنوازل. وش صواعد نوازل؟ الصواعد والنوازل اللي دخلت الكهف فيه بحكم انه قاعد ينقط بسبب الرطوبه يقعد ينقط بالاورات ينقط صواعد هذه اللي تصير كذا نازله مع سنين تتجمع وتصير عندنا اعمده من كل سايت. هذه الاعمده تسمى صواعد ونوازل تدخل عندها اشكال كذا جميله كانها سنون. فهذه منظر جميل مره يعني موجوده عندنا بالكهوف. هذه اللي موجوده في دحل بن الرشيد او موجوده باكثر من كهف واكثر من دحل يعني مثلا عندنا من الكهوف الكبيره مثلا اللي هو ماكر الشاهين. هذا من الكهوف اللي طوله كيلوين تمشي فيه ما شاء الله. كيلو داخل الكهف كيلوين داخل الكهف كيلوين هذا تمشي فيه يعتبر من اطول الكهوف في السعوديه. كهف عملاق مره. ففي اشياء جميله جدا واتوقع يعني ان شاء الله يعني بتصير فترة أتوقع بنصل مرحلة سياحة جيولوجية راح تكون ممتعة جداً. تجمع لك ترى يعني جمالية مكان وتجمع لك حتى تفكر. فسبحان الله يعني تروح تنبسط تكسب أجر. طب في كهف يسمونه كهف مائي وكهف مائية أو كهوف مائية. الكهوف اللي تصير تقصد اللي فيها موية هذا بسبب أنها تكون مرات تكون نازلة عند حول مستوى سطح البحر فتتسرب لها الموية. أو أنه بسبب أنه ممكن كانت جو مفتوحة من فوق فبدت تجمع الموية وصارت زي حوض. طب بما ان نتكلم اليوم عن الغضب هل في كهف بركاني شيء الكهوف غالبا يعني عندك نوعيه مثلا انه يعني مثلا كهف ماكر الشاهين اللي قلت طوله كيلوين هذا يعتبر كهف بركاني. عجيب. كهف بركاني هذا شلون تكون؟ يوم انه انفجر بركان قبل بدت تمشي الصهاره لين تجمد على السطح اللي فوق تجمد الطبقه اللي فوق واللي تحت تو ما زال سايل لان اللي فوق برد قبل لانه يحتاج تبرد عشان تتجمد تصير صخور. فاللي فوق انشفت وصارت صخور واللي تحت تو سايله. اللي تحت مشت وصار تحت في فراغ. عجيب. فصار زي انبوب فعشان كذا تكون لنا هذا عشان كذا صار 2 ايه؟ كيلو فهذا بسبب انهم انفجروا بركان. يعني وصار هذا اذا كهف واحد منهم كيلوين. هذا فكيف لو انفجر ادمي؟ يلا ما هذا اللي بقوله يعني انفجر من الغضب اقصد. يعني بعض الاحيان واحد يمكن قد ينفجر غضبا يعني زي ما يقولون يعطي عطاء او يعطي نتائج يعني غير متوقعه. غير متوقعه وقويه مره زي انتشار هذا البركان. سبحان الله سبحان. طيب في شو اسمه كهوف ثاني غيرها؟ في كهوف كثيره. يعني قصد انواعها البحريه اللي قلناها عندنا مثلا منطقه الصمال عندنا الكهوف الجيريه. هذه الكهوف بسبب الصخور الجيريه لو جاتها المويه تقعد تنحتها لين تتجوف من الداخل. مثال الجيري مو بتخوف. اذكر الجيري يتفتت على طول او شيء. الجيري يتفتت على طول وهذا خطورته انه لو جيت تبني فوق جير بيصير غالبا ممكن لازم تسوي له دراسه. فاذا ما سويت دراسه ممكن انه لا حطيت البيت بسبب الثقل ما يتحمل التجويف من الداخل وهوب يطيح كذا يخف. فهذا عشان كذا بعد طلعوا الحين اللي هو الكود البناء عشان تقدر تسوي دراسه له. شوف الحين تحمسنا وسولفنا كثير عن الجيولوجيا وعن الاراضي وعن البركه ونسينا عن الموضوع اللي احنا نبي نسولف عنه اللي هو ان صح التعبير 9 في 9 إيه؟ لكن انا صراحه يعني زي ما يقولون فكره البرنامج بتكون روعه وبتكون يعني مره ممتعه. والله ترى قاعد احاول استوعب فكرتها جميله. لا لازم مرة. نطبخها مع بعض انا وياك. طيب والله. وش بعد الذواقه؟ بعد الذواقه الذواقه هو شيء صناعه ذكرى حلوه بالنسبه لعبد الله. الله اعلم. الله اعلم. اسلم. صنعت ذكرى حلوه لعبد الله. ما شاء الله تبارك الله. وكانت هي تقريبا هي البدايه ظهور الاعلامي على التلفزيون. والظهور الاعلامي الاول على شبكه المجد. باذن الله مستمرين بصناعه المحتوى سواء ان شاء الله اذا توفقنا بقناه المجد. يا سلام. او على منصات مواقع التواصل يعني سواء بسنابي اللي قاعد انا اسوي الفقره كل اسبوع وان شاء الله راح تزود حتى راح اجيب فقرات جديده حاليا قاعد اشتغل عليها. وحتى بالقناه باليوتيوب قاعدين نشتغل على شيء كذا مرتب. سنابك شو اسمه او اليوزر جي 55 اتش اتش 66 ما شاء الله. عاد هذا احنا متابعينك. سجلوا اكيد يسجلون ويتابعون باذن الله تعالى. طيب كان عندنا يوم من الايام في الذواقه كان محزن وكان مفاجئ وكان زي ما يقولون غير متوقع. لكن احنا كان يعني زي ما يقولون جلس بيننا احنا الشباب نقول هل عبد الله يوم دخل
للذواقة، كان يعني حاسب حساب انه الانسحاب هذا اللي بيصير وانه يعني بيؤلمنا بفراقه ولا جت زي ما يقولون والله ما كانت في البال ودخلت وقدر الله علي اني اطلع من البرنامج. سؤال يعني صراحة الصدق احنا انقسمنا قسمين، قلنا والله انه داري الرجال، وقلنا لا والله الرجال باين عليه انه ما كان مخطط شيء. فودنا نسمع منك الان. هو عشان يكون واضح معك، لان احنا هنا جايين واضحين. يا مرة هذا. هو كان مخطط انه راح يكون في تدريب لي. حلو. لكن التدريب كان بناء على الدفعة اللي قبلنا، حتى كان تدريب لهم وين؟ بالرياض. جاز. فكنت ناوي اني اصير اروح التدريب من الفجر لين العصر، ثم ارجع اريح لي شوي وبعدين اجي للذواق لليل. فكنت ناوي يعني هذه الخطه اللي كانت ببال عبد الله. فجاه بقدره قادر لعله قرروا يغيرون بسبب انه قالوا انه في خطوره من ناحيه الاجواء والطقس وكذا، انه يعني ممكن تجي ضربه شمس للطلاب، ممكن تجي من هالاشكاليات. فقالوا لا، من باب الامن لهم نوديهم الجنوب، مكان يكون ابرد ارفع، بحيث انه يعني يكون يعني لهم متسع انهم يعني ما تجي مشاكل، احنا بعدين نبلش بهم. روعة. فراحوا الجنوب. وهذا القرار اللي يعني كان صراحه يعني تقدر تقول صادم علي، صادم صادم لي، وكان مفرح لكل الطلاب الباقيين. عجيب، لانهم يعني كلهم هم ما يبون الحر. سبحان الله، يعني كنت تبي تتحمل حراره من اجل الذواقه. اي بس سبحان الله ما تيسرت، وحاولنا يعني انه نشوف اي حل، اي مثلا اداوم هناك فتره وارجع. كنت يعني ناوي انه مثلا بالاسبوع مثلا اروح وارجع كل شوي بالطياره، نشوف لنا اليه مثلا من هال، بس سبحان الله يعني ما تيسرت مره. والصراحه يعني يوم جاء وضعت يعني قدام خيارين احلاهما مر. اي والله يعني قلت اني اخر تخرجي سنه كامله وبقعد فاضي سنه كامله ما عندي شيء، او اني والله بطلع من الذواقه. فبعد استخاره ومشوره قررنا انه نطلع من الذواقه، وان شاء الله يعني كانت هي البدايه، والبدايه ما تعني انها النهايه يعني. لا لا ابد ابد، اسال الله يوفقك ويفتح عليك يا رب العالمين. بصراحه يعني اغلب الشباب كانوا مؤيدين انك تطلع، لانه زي ما يقولون هذا يعني الواحد يعني جالس يرسمه، وهذا المستقبل، وهذا اللي هو يعني اربع سنوات وهو يشتغل عليه. ف يعني باذن الله انه كان يعني زي ما يقولون خيره باذن الله، اختيارك موفق باذن الله يا رب. طيب تخصصك يا عبد الله جيولوجي صحيح، وبعيد عن الاعلام. ايه، وانت بتدخل الاعلام او دخلت الاعلام، فايش المكس اللي قاعد يسويه عبد الله عشان يضبط بين الثلاثي هذا او شيء؟ اول شيء عشان تدخل الاعلام لازم تكون شخص متميز. حلو. فان كنت تكرار اللي قبلك وش الفائده انت جاي؟ يعني ما اضفت ولا سلام عليك زودت شيء يعني للاعلام. لكن لو جيت بشيء مو موجود اساسا قبل، دخلت بجانب قاعد تصنع فيه محتوى مميز وفيه لمسه ابداعيه من وجهه نظرك، ممكن حتى الان ما وصلت ممكن اللمسه اللي اشوفها حتى الان متميزه، لكن قاعدين بالطريق قاعدين نشتغل. يعني قاعد تقول عبد الله كانك تقول ترى البعد اللي قاعد تشوفونه ترى هذه ميزه اصلا، هذه ميزه صنعت محتوى عبد الله. يا سلام يا سلام. الشيء الثاني انه عادي تقدر تجمع بين اي تخصص وهوايه ثانيه، فمثلا كان مثلا مجالي او تخصص اللي هو مثلا الجيولوجيا، عادي تكون عندي هوايات ثانيه مثل مثلا هوايه السباحه ركوب الخيل، كذلك هوايه صناعه المحتوى. عاد عندك تجربة سابقة أصلاً في الإعلام؟ عندي تجربة سابقة بقناتي باليوتيوب هي قناة مذياع، سبق واشتغلت يعني كان عندي تجربة فيها بالإخراج والتمثيل وحتى بالتقديم. جت تقديم صح. فبس جت اللي تثقل فعلاً اللي هي الظهور قدام الشاشات الحقيقية، يعني كانت هذه هي الصدق على قولتهم اللي بتكون يعني هي المفترق الطرق، اللي ها أنت عبد الله مناسب صدق للإعلام ولا لا؟ هذاك يعني كان في شوي حبيه وذا. حلو حلو. هنا شيء الجدي. طب خلا بسألك دامك أطريت كذا، وش الفرصة اللي يطمح لها عبد الله في الإعلام؟ يعني في فرصة وده يقول لو تتاح لي هنا أقول إني خلاص نلت ما يعني أتمنى في الإعلام. طبعا شوف يعني ممكن لو أقول لك الفرصة اللي أنا أشوفها يعني أو أشوف عبد الله بالإعلام بهذا المجال يمكن راح تنصدم، لأنه الله يستر بعيد عن المجال. أيوة. اللي قبل كله. يعني صح انه انا مثلا مجال الجيولوجيا ذا، لكن الجيولوجيا له منصته نزله بسناب بالتيك توك باي منصه تكون، لكن طموح عبد الله بالتلفزيون بالذات هو احد امرين. ايوه عطناها وش هي؟ الامر الاول يا انه يكون مخرج ما شاء الله وسلك الاخراج، بحكم اني حبيت هذا الشيء بالتجارب السابقه اللي باليوتيوب. والشيء اللي احب لي وهو الاكثر اللي هو اداره الحوارات، امسك ضيف زي كذا واقعد مفصفصه تطلع كذا محتوى جميل ومثير. طب يعني ممكن تتراود ذهنك تقول طب البودكاست يعني
جربت انا بالبودكاست وكان لي تجربه بودكاست وكانت تجربه جميله مره. كان بودكاست الجامعه وكان يعني نتيجته حلو واستمتعت فيها كثير يعني. بعد التجربه هذه قررت انه صدق ابصم بالعشره انه هذا مجالك عبد الله. والله صراحه عبد الله انت اخذتنا منحنى اخر يعني ما كنا نتوقعه ابدا، فكنا نقول يمكن تاخذ لك برنامج عن الجيولوجيا بشكل قبيل، لكن موقف صعب لا ننساه. موقف صعب لا ننساه. ترى ما شاء الله عليك ليه انت ما سويت سكيب يعني سكيبين طبعا زي ما قال عبد الوهاب يعني. ها انا اشوف انا مؤخرها الاخير، انا اعرف حركاتكم تخلونا نستخدم وتعطونا انا ترى الان سريع سريع على طول اجابات. يلا عطنا موقف صعب يعني عبد الله ما ينساه ابد. شوف انا في موقف هو اللي ممكن صنع جزء من عبد الله سبحان الله. وكان مفترق طرق وقد قلت لك اتوقع يعني يمكن سويت الدردشات في الذواقه. بالدردشات الذواقه الموقف اللي هو كنت ايام بالابتدائي ثاني ابتدائي ثالث ابتدائي كنا قاعدين بالفصل وجالسين مدرسه فصل عادي صف 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 كل واحد بصفه حلو. ويدخل استاذ الموهبه بيرشح طلاب يروحون الاختبار الطلاب الموهوبين وقال الاستاذ الموجود باخذ الاسماء الطلاب اللي يدخلون معنا بالاختبار. قال من بيشارك؟ الصف الاول هذاك يرفعون ايديهم ويسجل فلان 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 خلص من الصف يروح للصف اللي بعده يسجل فلان فلاني فلان فلاني فلان وصل الصف الثالث ويسجل. يوم وصل الصف الرابع اللي فيه انا اخذ الاول واحد سجل اسمه. يوم جاء عندي كذا قال اللي بعده يسجل اسم اللي بعده. وانت رافع يدك؟ انا رافع يدي. واو يعني اعطاني سكيب قبل ما يجي سكيب بس ناب. لا اله الا الله. انا ناظر وقتها بزر كم صف؟ عمره 9 سنين 8 سنين تجي تسوي له انه تكسر من جديد فانت تشوف انه اخترت انت الكل الا هو. فهو مش احد امرين. الامر اللي غالبا راح يكون له انه راح يقول انا اكيد اني ماني موهوب في عندي مشكله ايا تكون انا شخص عادي انا مو بعادي حتى اقل من العادي لان درجه ما وصلت حتى الاختبار. وهذا الحمد لله ما صار لي. خذ راحتك يا المراقيه وذ البصر انتبه. ايه الشيء الثاني لا انه قلت لا والله انه عناد له اخذت عناد ترى يعني مو باخذت حلو صار في تحدي اخذت عناد انه اي انجاز عناد لهذاك اللي رد ويا رب لك الحمد صار هو دافع يعني طلعت لي خيره. طيب لا اله الا الله عبد الله ابو ناصر الحديث معك ممتع جدا لكن باقي اسئله كثيره فبنسال على طول ونبي اجابات سريعه. طيب يلا رايك بالتحزبات اللي كانت موجوده في الذواقه؟ انا اشوف التحزبات تقتل لكن بنفس الوقت ما اشوف انه كان في تحزبات بشكل شنيع مره. سلام. طيب بس في استثناءات. طيب ذواقة غيرتك للأفضل؟ للأسوأ؟ بالنسبة لعبد الله أي تجربة يخوضها هي قاعد يستفيد منها ما شاء الله عليك. طيب أكثر نقد استفزك أو أثر عليك سلبا بالذواقة تقصد؟ عطنا بالذواقة بما أنه في موقف آخر قلت خارج الذواقة إذا في بالذواقة زين. ها والله ما في ذاك النقد. أنا شفنا الناس اللي ما نبلتفت كثير للنقد إذا كان يعني خصوصا يعني ممكن أخذ منه وجهة النظر اللي سليمة وطورها خلاص يعني اعتبر كأنه جاي ناصح فما أركز جدا على النقد إلا هذاك لأني كنت وقتها صغير فممكن هو اللي علق بالذهن. طيب بعد خروجك من الذواقة من الشخص اللي كنت تتابعه وكنت تصوت له من المتسابقين؟ من اللي كنت تتابعه وصوت له؟ نعم أكون صادق أنه ما كان عندي وقت حتى أتابع يعني مرة بسبب أنه كنت مرتبط بالتدريب فكان ودي أتابع وتحمس بس نصير منها الكينة طول اليوم ما ننام بعد العشاء على طول يعني ما في يعني ما في ولا واحد صراحة ما كنت يعني أتابع صوت لي يا عبد الله ولا واحد صوت لي يا عبد الله مرة أرجوك أنا ودي أعترف صوت نفسي بنجم الجمهور ما ودي أضغطه. طيب استعنت في أحد أسأله عبد الله استعان في أحد تصويت نجم الجمهور أكيد بيستعين استعان في كل اللي حوله استعين بالله أول شيء لا إله إلا الله عشت يا استعان في أحد طيب أنا ماني برستا. عبد الله ممثل ولا مقدم؟ ممثل ولا مقدم؟ ممثل أو مقدم؟ مقدم مقدم. طيب قدمت شيء على برامج واقع قبل الذواقة؟ لا أبدا على أول الذواقة أول أساسا تقديم الظهور بالتلفزيون كانت هي عبر المجد برنامج الذواقة يعني
ما قد سبق اي شيء قبل، وكان هو اول ظهور حتى لي يعني التلفزيون. طيب عبد الله، اسئلتنا ما خلصناها وباقي الجمهور اسئلتهم بالهاشتاج، لكن باذن الله تعالى نطلع فاصل ونرجع. يعطيكم العافيه. يزين فيكم ليلنا، يصير جوه مختلف، حنا لكم وانتم.